شعور لا يوصف الصحيح. يعني لما رن التلفون سبحان الله شفت 022، قلت اكيد رام الله، يعني سبحان الله احساسي من الصبح بقول للمرأة ان شاء الله اليوم في ربحه باذن الله. وانبسطنا كثير، والاولاد كانوا مروحين من المدرسه وما شاء الله، وانبسطنا ما شاء الله عنكم. والله اهم شيء الصدق، يعني الحمد لله الشركه ان شاء الله رب العالمين صادقه، وكثير ناس صاروا فازين وعملوا معهم مقابلات، وهذا بدفع الناس انهم يعني يتعاملوا معها اكثر، لانه اهم شيء الصدق في المعامله. ونتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله رب العالمين، ونتمنى لكم ان شاء الله موفور الصحة والعافية، وإن شاء الله كل سنة تطلعونا في حملة جديدة إن شاء الله رب العالمين. الله يخليك وبارك فيك، شكرا لكم وبارك الله فيكم.